السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pulling Lane Brothers وانت نسيمة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لئن شكرتم لأزيدنكم. كلتكم شكور الله سبحانه وتعالى، كفاني عمال صالحة. الله سبحانه وتعالى أن تباركي كني ميشيت في الدنيا وفي الآخرة، ورحمة زاك من الرحمن الرحيم الكريم تنبات جنة الفردوس، آمين يا رب العالمين. ثم تنمو بالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، أتمني رحمة نبركة نأماني نفراح نصحة نشفاء نغنى تقوى نخير الدنيا وخير الآخرة، جنة الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. فموجة نوازيويت ونتنقلية نولبكية نجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. نولك وسوي إسلام نمو بالله سبحانه وتعالى يهدي الناس جميعا، آمين يا رب العالمين. توابيند وإسلام وات دنياني وسباب وأنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوابيند ولك وسوى إسلام حتى وإن هي كني وإسلام هند لك وفكرة رسول صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هجليتها بدنياني اسفك ورحمة هرومة وكل أكيدو، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كجهاب رسول صلى الله عليه وسلم دنياني وبشري واتو مبو يا خيري، أي كوانبي واتو مبو خيري نكوانبي كما كنا موت يوم القيامة. كنا كيتو كنيت وقبوري، أمل تكوى روض من رياض الجنة أما حفرة من حفرة النيران والعياذ بالله. قبوري لليل تكوى أما مبستان يا مبستان يا بيبوني، الله تجعليه مقبوريتو يا مبستان يا مبستان يا بيبوني، سميني آمين آمين يا رب العالمين. أملنا ومشيم ومشيم وموتوني، الله توبشنالو. حتى مع علماء ونسيما فرق بين المؤمن والكافر، فرق ياك نيني نيني تفوتي بين مؤمن وكافر. المؤمن لابد تؤمين بالغيبيات، نكافر هامين غيبيات. الله سبحانه وتعالى سمني كتك سورة البقرة أنا سيما ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صفة يمازو يا مؤمن الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هيجي كتابو كيلو شكوه هكينا داوت هكينا شكا نكتا مونغوزا مشامونغو أتوكي كماتا. نصفة يمازو بعد كتفسيره قرآن كوني نفسياك بنادم الذين يؤمنون بالغيب، ثم حتى الصلاة بعد كوامين بالغيب. نيني غيبيات كواميني كوامبا يبو الله سبحانه وتعالى جل جلاله أن تغونا أن تسكيا، كواميني كوامبا وكو ملائكة نكلا موجة ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هسمي بنا أدام يامبو إسفك وكنا ملائكة مكنا وكليا نملائكة مكنا وكشوتو وكليا ناندك ثواب ناكشوتو ناندك ذنبي. هكونا بنا أدام للوتة للفانيا لكوهليم كوني كتابو هيتي كتابو هتوشسيم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تؤميني كوانبا كنا الجنة نكون نار. الله يدعو إلى دار السلام. الله أنت كسوت سيستو انجيه كوني نيومبا ينيه السلام يبا كوني جنة الفردوس، سيو دار السلام إلى تنزانيا، لا دار السلام إلى الجنة. والشيطان يدعو إلى النار. الشيطان دائما ننفني يمتك وينجيه متوني ولا ذب الله.
Kwa hivyo maneno yanazungumza hapa ndugu yetu na kuamini vile vile bil ghaib, sakaratil maut hatuioni, lakini binadamu atahisi. Kaburi lile hufra lile shimo la budda tuamini, ama litakuwa mabustani ya peponi ama mashimo ya motoni. Allah tujalie makaburi yetu ya mabustani ya peponi. Amin ya rabbi alamin. Ndio kama alivyosema kipenzi chetu hapa, na sote sisi vipenzi mpaka jannat al-firdaus, kipenzi chetu habibna Sheikh Faisal bin Muhammad bin Suleiman al-Kindi, na sote vipenzi mpaka jannat al-firdaus. Kama kila siku asubuhi tunapata Quran, tunasoma sisi wenyewe, lakini tunasikia imekuwa sasa hivi kama radio hii inaitwa radio ya Pulling Land, Radio Zinjibar, Radio Tanzania, Radio Oman, Radio Maarif Saudia. Hii inaitwa Radio Pulling Land Brothers. Allah ampe iman na ikhlas Ibn Muhammad Aziz Jahdami na wote kwenye Pulling Land, kama alivyosema kipenzi chetu Faisal, mashallah, kwamba kila mmoja humu kipenzi, kama hii grupu anaitia poda na makeup nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma kipenzi chetu Abu Bakar bin Muhammad bin Alawi al-Shatri, na sote humu tunatia makeup, sote walikuwa wanatia tunawasikia, walikuwa wanatia bila kuwasikia, wanafanya ikhlas labda, na inshallah wanafanya ikhlas. Kwa hivyo nini kasema leo kipenzi chetu Sheikh Faisal, na sote vipenzi, sala 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 sala. Maulama anasema sala kama dawa hii. Ukawa na maradhi wewe kila saa piga dawa mpaka maradhi yanripuka, mpaka maradhi yanapiga bomba. Kwa hivyo kila siku sala 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 bimashiatillah. Kila mmoja ataacha maasi biidhnillah. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe khairi dunia wa khairi al-akhirah. Ayaondoshe maradhi yote yaliyokuwa duniani tulikuwa tunayajua na tulikuwa hatuyajui, maradhi ya mwili na maradhi ya kalb, maradhi al-akhira. Kwa sababu maradhi yote haya au sakara min sakaratil maut, maradhi yote yanapotea maradhi dunia, yanabakia maradhi al-akhira. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe raha duniani na akhira, amani duniani na akhira, furaha duniani na akhira, siha na shifa, na ghina taqwa na khairi dunia wa khairi al-akhira, jannat al-firdaus la'ala amin ya rab'amin, pamoja na wazee wetu walotangulia na walobakia na jamii al-muslimin al-muslimat amin ya rab'amin, na Allah wahidi watu wote duniani, ya Allah hidi nasa jamia amin ya rab'amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa billahi tawfiq. Yeah.